حددت وزارة الموارد المائية موعد المباشرة بمشروع سد مكحول، وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن المشروع سيباشر العمل به مطلع الشهر المقبل، بعد أن تم الحصول على جميع الأمور الإدارية بإدراج المشروع من قبل وزارة التخطيط ضمن موازنة العام الحالي. وأضاف أن مشروع سد مكحول سيضيف سعة خزنية بحدود 3 مليارات متر مكعب لمنظومة الموارد المائية، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية، كما أنه سيحقق فرص عمل تتجاوز 20,000 فرصة، إضافة إلى التوسع بالمساحات الزراعية خصوصا في محافظتي صلاح الدين وكركوك.